الثابت الوحيد في أسعار السوق هو التغير، تغير نحو الأفضل في أحيان قليلة ونحو الأسوأ في أحيان أكثر. تقلب دفع بالاتجاه نحو التسعير المركزي كوسيلة للسيطرة على انفعال السوق تجاه اضطرابات سعر الصرف أو قلة المعروض. والشائع أن وجود تسعيرة معتمدة لا يروق للفعاليات التجارية التي ترى من وجهة نظرها أن تحرير السوق سياسة أكثر نجاعة، حتى جاء قانون حماية المستهلك الأخير ليشدد على الالتزام بالأسعار التموينية ويتوعد المخالفين بعقوبات قاسية، الأمر الذي تمخض عنه اجتماعات دورية عقدها كبار مسؤولي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع التجار والمنتجين لمناقشة آليات التسعير والوصول إلى صيغة مرضية. موضوع التسعير دائما هو موضوع شائك، يعني نحن دائما بنقول اليوم بيرتفع سعر الصرف، بيرتفع سعر المادة من بلد المنشأ، بينخفض سعر المادة من بلد المنشأ، بيختلف دائما السعر. محددات السعر ده أولا وأخيرا نحن بنقول هي التنافسية، مجرد ما ارتفعت التنافسية بتنخفض الأسعار، مجرد ما انعدمت التنافسية بترتفع الأسعار. التعميم الأخير هلا بالنسبة لموضوع الناس ما زالت النشرة عم تطلع على 2550 بين التكاليف الموضوع. موضوع سعر الصرف على 3400، طيب هذا كيف بده يعوض الانسان اللي جايب على 3400 ودائرة الاسعار عم تحسب على 2550؟ آلية التسعير هي قانون قديم من القوانين والتشريعات القديمة، هي بتحمي المستهلك وبتحمي التاجر والمصنع، بس نتيجة الظروف الحالية اللي راهنة اليوم اللي عم تتعرض لها البلد نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، أسعار مواد الإنتاج اللي عم نواجهها وأحيانا عم تكون قليلة، عم بيكون المصنع عم يلجأ لمرحلة أنه بأي ثمن المهم يوقف معمله، عم بيجيب تكاليف عالية. اليوم بقدم بياني للتموين مشان سعر لي على سعر 2512، وفعليا اليوم انا بالقانون 1070 اللي اصدره البنك المركزي اليوم انه انا لازم حول البيان، يعني حول اليوم انا مصروف يعني البضاعه تبعيتي، حق البضاعه اللي عندي عن طريق شركات الصرافه هو سعر 3410 تقريبا، فانا اليوم بده يسعروا لي هني على هذا السعر 3410 لاحسن انا اشتغل بالسوق ويكون انا بالوضع السليم، يعني ما عندي مشاكل معهم. هي اهم نقطه عنا، ورحنا بدنا مصروف البيان الجمركي اللي احنا بيجينا من مخلصين جمركيين، هو بياخذ اجره المخلص الجمركي حوالي 400,000 على كل كونتينر، ولكن هن بيعتمدونا فقط 10,000 ليره لانه هو لساته على النظام القديم. شهور مرت منذ اصدار قانون حمايه المستهلك رقم 8 وما زالت اليات التسعير مثار جدل مضمونا وتطبيقا، ما يشير الى عجز في التواصل وترجمه منغصات العمل التجاري، هذا من جانب، ومن جانب آخر غوامض كثيرة لا ضامن بأن الذراع التنفيذية للوزارة ملمة بها بالكامل، ما يجعل الحلقات التجارية والوزارة يدورون في حلقة معيبة دون أن تثمر الجهود المبذولة بنتيجة وثيقة يهتدى بها.